وين رايحة؟ مثل ما انك شايف رجعة بيت اهلي. ماشي اطلع معي بالسيارة. لا مش رح ارجع، مش رح فيه كفي معك حياتي خليل. ايش معي بالسيارة؟ ريال اتركني اتركني احسن مصاري هون بالعالم علينا. ماشي معي ماشي معي احسن ما يصير شيء ما يعجبك ابدا. اكثر من اللي صار شو بده يصير يعني؟ انا مش فرقانة معي شيء. صدقني انا مستعدة هلا اروح اشتغل مش بمحل تياب، مستعدة اروح اشتغل بالبيوت لحتى ما اعوز حدا وما افكر يوم بحياتي اني ارجع لك. هذا اخر كلام عندك؟ ايه هيدا اخر كلام عندي. والله ما ذنبي يا استاذ، هي اللي رمت حالها قدام السيارة. بعرف ما توقعت انه تنتحر. خلينا نطلب الصليب الاحمر. لا لا بلا صليب الاحمر، خليني اخذها على المستشفى. بسام في شيء بدي اقول لك اياه. قولي حبيبتي، قولي كل شيء بتفكري فيه وكل شيء بيطلع على بالك، قولي من دون ما تخافي. في شيء عايش جوات قلبي وعم بيعذبني كثير، شيء بخصوص البابا الله يرحمه. أنا ما بعرف المرحوم بيك، بس بهمني أعرف كل شيء بدك تقوليه. هيدا الشيء اللي رح قلك ما حدا بيعرفه إلا نور، وهلأ أنت لأن أنتو أعز شخصين على قلبي. قولي حبيبتي. ليش سكتتي؟ مش حابة أحكي هون. شو رأيك الليلة نروح نتعشى ونحكي بالموضوع؟ مش على أساس الليلة بدك تقضيها مع نور؟ بعطيك العنوان وبتمرق بتاخدنا بترجع بتوصلنا، لأنه ليلى أكيد رح نام عندها. طيب على راحتك ومرسي على القهوة الطيبة. صحتين. دخليك إذا نور مش حابة تروح تتعشى معنا شو منعمل؟ روح أنا وياك منتعشى وبرجع بوصلك لعندها. لا بس أنا وعدت أنه رح كون حدا الليلة. خلص إذا ما قبلت منروح بكرة. والشي اللي كنت حابة تقولي لي إياه؟ خلص بقلك بكرة. طيب مثل ما بدي. طيب بتسمحي لي هلأ قوم روح؟ تفضل. شكرك كثير انك اعطيتيني الاذن. ماما أنا بالمستشفى. بالمستشفى؟ ليش في؟ نور حاولت تنتحر. تنتحر؟ كنا بالشارع فجأة ما لقيتها إلا ركضت ورميت حالها قدام السيارة. طيب حبيبي إلي بأي مستشفى؟ طيب حبيبي طيب يلا جاي جاي. مصيبة هيدي مصيبة، رح تجيب لنا مصيبة، مش معقولة. طمني دكتور، مرتي كيف صارت؟ الضربة كانت قوية على الراس ولازم تبقى بالمستشفى لأنه في ردود بجسمها ولازم نراقبها بصورة مستمرة. كيف صار معها هيك؟ حاولت تنتحر، رميت حالها قدام سيارة. بهالحالة أنا لازم بلغ الشرطة. ما في داعي للشرطة دكتور. هيدا واجبي، لما بيجي لعنا أي مريض حاول ينتحر أو تعرض لأي حادث لازم نخبر الشرطة، وإلا أي شيء بيصير معه نحن منتحمل المسؤولية. طيب دكتور كل ما بدك. أستاذ مزبوط مثل ما سمعت جاي الشرطة لهون؟ دخيلك ما يحبسوني، عندي عائلة. ما تعطي الهم، أنا رح أشهد معك أنه هي اللي رميت حالها قدام السيارة. الله يستر.
استاذ يقول الدكتور يكون افضل اذا اتصل بحدا من اهلها بيجوا يضلوا خدها. ليه؟ في شيء خطير؟ لا ما في شيء، بس لانك انت عم تقول بابا بابا. طيب ماشي، انا هلا بتصل فيهم. ما عرفت ليه عملت هيك؟ لك من وين بدي اعرف؟ انا تفاجأت مثلي مثل هالرجال المسكين هيدا. ليك خليل؟ أنا. حضرتك مين بتكون؟ أنا اللي كنت سايق السيارة. بدنا نحكي معكم بخصوص الحادث اللي صار اليوم. أنت عمول معروف انطرنا هون. تفضل معي لو سمحت. شوفي حبيبي شو صار معكم؟ التقيت فيها بالشارع. لحقتها وصرت أحكي معها. ترجيتها لحتى ترجع معي على البيت، فجأة ركضت ورميت حالها قدام السيارة. شو هالمجنونة هاي؟ ماما هيدا الحكي مش وقته هلا. الشرطة هون بيحكوا مع الرجال اللي ضربها. بيرجعوا يحكوا معي. ليه بدو يحكوا معك؟ أنت شو خصك؟ شو أنت رميتها قدام السيارة؟ هيدي واجباتهم. لأنه اللي عملته نور بسموه انتحار. آخر شي كنت بتوقعه أنه ترمي حالها قدام السيارة. ليش عملت هيك؟ مش عم بفهم. خبرني كيف صار الحادث؟ كنت ماشي بالسيارة وفجأة ما بلاقي إلا هالبنت طلعت قدامي. كانت لوحدها؟ لا، كان زوجها معها. وزوجها ما حاول يمسكها أو يمنعها؟ بصراحة ما بعرف، ما كنت عم بتطلع فيه. يعني انت متأكد انه هي اللي رميت حالها قدامك؟ ما بعرف، كل اللي بعرفه انه خلقت قدامي. شفته اذا كان هو اللي رماها قدام السيارة؟ لا، ليش الكذب؟ ما شفت شيء هيك ابدا. بالعكس، الرجال جن جنونه وركض عليها ومن خوفه ما نطر سيارة الاسعاف، دغري جابها لهون. طيب، ماشي. فيك روح. هلا بعد ما احكي مع جوزها بقول لك اذا فيك تروح او لا. ندهب. تفضل. سيد خليل لو سمحت تفضل معنا. ما منطورين هون ما رح طول. انا حكيت مع اللي كان سايق السياره وقال لي انه مرتك طلعت قدامه فجاه وهو ما له خصه باللي صار. مزبوط هالحكي؟ مزبوط حضره الشرطي، نور هي اللي رميت حالها قدام السياره. كان في شي مشكل بينك وبينه؟ حضرة الشرطي كل اثنين مزوجين بيعملوا مشاكل مع بعض. الحياة ما بتخلق، ما بتخلق أبدا. بس ما كنت متوقع إنه تترك البيت. المشكل كان كتير تافه. لحقتها دغري لأنه ما بقدر أعيش بلاها ولا لحظة. حكيتها صرت أترجاها لحتى ترجع معي على البيت. فجأة طلعت فيي نظرة غريبة، نظرة بتخوف، وما لقيتها إلا ركضت ورميت حالها قدام السيارة. مرتك بتعاني من مشكلة نفسية؟ لا. طيب ليش عملت هيك؟ صدقني ما بعرف. أنا كمان محتار وضايع وخايف عليها. ليش عملت هيك؟ على كل حال بس تصير منيحة لازم نحكي معه. مش شايف حدا من أهل المريضة بعد ما عرفوا بالحادث؟ لا والله، بيا رجال كبير ومريض، خايف إذا قلت له يعمل شي ردة فعل. بس للأسف ما في مهرب، لازم نخبره. طيب نحن بنرجع بوقت تاني. بتشرف ساعة اللي بتريدي. شو سألوك الشرطة؟ شو كان بدهم منك؟ ما كان بدهم شيء، كان بس بدهم يتأكدوا إنه هي اللي رميت حالها قدام السيارة.
أنا ما قلت لك إنه ما رح يجينا من وراها غير المصايب ووجع الراس؟ شو بدك تعمل هلأ؟ حالياً بدي روح على البيت. قال الدكتور اليوم ما فينا نشوفها. وأنا كمان رح روح معك لأني تعبان وبدي أرتاح. ألو؟ مرحبا ربيع، كيفك؟ أهلا أيمن، أنا منيح، أنت كيفك؟ أنا منيح، بس في عندي خبر منه منيح بدي أقول لك إياه. نور صاير معها شيء؟ نور عملت حادث سيارة وهي هلا بالمستشفى. شو؟ أي مستشفى أيمن؟ ليش خليل ما خبرني؟ ليش أنت عم تتصل فيي؟ صراحة أستاذ خليل تعبان كتير، مش قادر يحكي. طيب طيب أيمن، بس ما قلت لي بأي مستشفى. صحيح انك واحد وقع. قولي يلي بدك اياه. انا لازم افتح لك عيونك. فتح لي عيوني على شو؟ على كذبك او على قلاعيبك؟ معك انت، انا مش كذاب. كذاب هو بسام حجار. يا ريت بتحترم حالك وما بتحكي ولا كلمه عن بسام، لانه مش رح صدق ولا كلمه. يا حكي قلت لك اياه قبل بمره، رح ارجع لك اياه. فيك تقولي لي شو هالصدفة الغريبة من بعد ما يموت بيك يظهر بحياتي وبالوقت اللي شركة بيو عم تنهار؟ وفيك تقلي انت شو هالصدفة الغريبة من بعد ما مات البابا تطلع لي انت بحياتي مثل القدر المستعجل؟ بس ما إله ولا مصلحة معي، بس انت إلك. وانا شو مصلحتي معك؟ انت بدك المعمل، ولا نسيت لما جيت لهون اول مرة وقلت لي انه بدك تشتريه حتى ما تروح عليك ولا صفقة من الصفقات اللي نحن عم ناخدها؟ المعمل ما عاد يهمني. لكن شو بهمك هلا؟ ليش جيت لهون؟ مش يمكن يكون في شي تاني بهمني؟ ما فهمت. لا، انا متاكد انك فهمتي. وانا بحب بسام، ولا ما عندك مشكل انه تكون معي وانا بحب غيرك؟ غريب. شو هو اللي غريب؟ غريب انه بنت هالقد في عندها ذكاء يضحك عليها واحد مثل بسام. أهلا وسهلا أستاذ لؤي، تحب تشرب شي؟ لا غادة، ما تعذبي حالك، الأستاذ كان فالل. رح تندمي صدقيني. عن جد هالشاب بياخد العقل، عنده جاذبية رهيبة. عن مين عم تحكي؟ عن لؤي حداد. ليش ما شفتي؟ كان هون من شوي. وداليا استقبلته؟ رجعت شحطته لأنه سألته إذا بحب يشرب شيء، عم قالت لي ما تعذبي حالك غادة، الأستاذ ماشي. ما سمعت شو كانوا عم بيقولوا؟ ما سمعت ولا كلمة. هلا وين ست داليا؟ بعدها بجنينة، ليش عم تسألني؟ ومين بتكون حضرتك؟ أنا خيا، بس بدي أطمن عليها. ما في شيء خطير، الضربة إجت على الراس وفي ردود بجسمها لأن الوقعة كانت قوية. كل هيدا وبتقلي ما في شيء خطير؟ ما تخاف، رح تتعافى وترجع مثل الأول. طب شو صار معها مزبوط؟ كل اللي بعرفه إنه حاولت تنتحر ورميت حالها قدام السيارة. هيدا الكلام مستحيل صدقه، أختي مش مجنونة لتعمل هيك شيء. هيدا الكلام اللي قاله زوجها وشوفير السيارة، وما حدا بيعرف مزبوط شو صار معها إلا هي. طب بقدر أشوفها وأحكي معها؟ هلأ لا، بس بكرة فيك تيجي وتطمن عليها. بترجيك دكتور، إذا في أي خطر عليا قلي. ما في شيء خطير، ما تخاف. إله زمان جوزها فالل؟ أنا طلبت منهم يروحوا لأنه مش رح يستفيدوا شيء من النظرة هون. ما رح يقدروا يشوفوها ولا يحكوا معها، ورح اقول لك الك نفس الكلام. طيب شكرا لك دكتور، عذبتك معي. واجبنا.
جاوبتيني ماما لا سألتيني عن داليا. بدي اطمن عليها، خايفه ما يكون اثر فيها كلام هذا الشاب. ما تعتلي هم ماما، داليا مش شايفه غير بسام، مغرومه فيه وغرقانه كمان.